حاجة هنا أنا حابب أقولها، خاصة مع تكرارك لأصل عشان ما حدش نزل 12/7 و19/7، ده اللي أنا بتكلم عنه. ده اللي بتكلم عنه، إن ساعات النظام ده بيبقى مأزوم وبيلاقي اللي يفرج عنه بدعوات فاشلة، فالدعوات الفاشلة ده تصيب الناس بالإحباط، ولما يكون في دعوات بعد كده علشان يبقى في ثورة بجد علشان تشيل النظام ده بجد، يكون الناس تم إحباطهم بدعوات مخابراتية فاشلة. البعض ممكن يكون بيدعي للدعوات دي بقصد، هو جاي بيشتغل مع المخابرات وش، والبعض يكون زي المتحمسين اللي عايزين ايوه يلا بينا اي حاجه بيدعمها وخلاص، وهو مش واخد باله ان الدعوات للنزول لما ما تكونش حقيقيه بتساهم في بقاء النظام وتديله وقت اطول وعمر اكبر. انا عايز اكد لك على حاجه، النظام ده في اضعف اوقاته واضعف حالاته، لان حتى الكذب ما بيبقاش عنده فيه جديد، حتى النصب على الشعب ما عندوش فيه جديد، ثبت فشله قدام الشعب في كل حاجه، في كل حاجه، في السياسه والاقتصاد والبنى والمعمار والكهرباء والميه والنيل وغزه، والنظام ده واقف عريان قدام الشعب المصري. فيا عم المتحمس يلي بتمشي ورا اي دعوه ممكن تبقى دعوه مخابراتيه علشان تخفف عن النظام، فكر الاول. انا مش بقول لك ما تنزلش تعترض وما تنزلش تصور، وانا شايف ان التغيير جاي جاي بإيد الشعب ده وبإيد ناس بتحب البلد دي، بس الله يخليك ما تخليش حماسك ياخدك ويخليك تطول عمر النظام ده وانت مش واخد بالك. ده نظام سائط لا محالة. مش معنى كده انا بقولك خلاص اقعد في البيت، لا ما تقعدش في البيت، انزل لما يكون في دعوات شعبية حقيقية، معروف من مين وجاية ازاي وشكلها ايه. انما واحد ملسم وحاطط لي الكاميرا على المصحف وانزلوا يا شعب مصر وبعدين، ايوه الخطوه اللي بعد كده، اي خطوه اي حاجه بتقول الناس روح للمجهول بتخوف الشعب. انما لما الاقي سياسيين، لما الاقي ناس وزنه، لما الاقي اجماع شعبي يلا ننزل هنغير النظام ده، يلا نغير النظام ده، والكلام ده مش بعيد. وانا علشان بس في ناس بتبقى يا اما بتآمر يا اما بغبة بتشكك في 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 كلامنا، انا ضد ابتذال كلمة نزول الشارع. انا عايز يفضل كلمة نزول الشارع والثورة وقيمة الناس لما تنزل الشوارع قيمة مرعبة يخاف منها النظام ويخاف منها اي نظام. انما ايه؟ هننزل 12/7، ايه ده ما حدش نزل؟ طب يلا يا جماعة هننزل 19/7، ايه ده ما حدش نزل؟ اقول لك ده بيعمل ايه في قلب الناس؟ خلاص بايظة، خليه قاعد. هنعمل ايه يا عم يا اللي انت مفكر نفسك علشان تعمل فيديو على السوشيال ميديا تاخد بيه شويه لايكات ولا شويه ناس يخشوا لك يقولوا الله الوطني الشهم الشجاع؟ ما تزيدش الناس كلها بتحب بلدها، اللي بتحب بجد مش قصدي هنا بتوع المخابرات، انما ما تبتذلش كلمه ثوره عشان لما يبقى في دعوه ثوره بجد تلاقي الناس في الشارع. الله يخليكم، علشان بس ايه الكلام والمزايدات كترت اليومين اللي فاتوا دول.